مصطفى اتركها ولا ولا اتركها مصطفى. بخلص شغلي وبتركها. مصطفى حيوان لك ما قلت لك اذا بتلمسها. ها انا كلك ماني شايفه. الله ينتقم منك يا رب. رح انتقم. الله يلعنك يا واطي. الو 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 خليل 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 افتح الباب خليل افتح الباب خليل 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 افتح الباب عامل لك خليل خليل الو الو زاهر خليل شو في زاهر زاهر مين نصار تبيت مصطفى ها روق شوي خليل هو اللي رد علي رد على تليفون ميرنا طول بالك صار عند ميرنا لك الله لا يوفقه زاهر مصطفى صار عند ميرنا وليه حسن حسن اركض امي ميرنا مصطفى صار عندها هلا اركضوا لا شو يا ابني اهدى خليل اهدى بقى خليل اصحى شوي اصحى بقى اصحى صار عندها اهدى شوي رح يقتل ميرنا رح يقتل روق شوي روق خليل اهدى اهدى خليل اهدى صحصح روق قلتلك روق خليل خليل روق قلتلك روق يا ابني الو اهدى شوي سيد عمر شفيق ميرنا شو صار مو هون مو هون يا ربي يا ربي تحمي دخلك يا ربي شفيق قومونا شفيق وينا شفيق شفيق وين ميرنا؟ وين ميرنا؟ قوموا لك قوم شو صار لك هلا؟ تحرك عم تحميها تفو خليل مصطفى أخذها معه خطفها شو صار؟ شو صار؟ ليكون خطف وهلا كيف لقدام شوي منروح من الطرقات الضيقه بلا ما نروح من الطرقات العامه مشان ما تلقطنا كاميرات الشوارع او دوريات الشرطه طيب الكلب مفلل السيارة كمان على مهلك مو وقت حوادث ما راح تختنق بالطبون لا ما بتختنق أنا اللي راح أخنقها دورياتنا على الطريق وأنا كمان طالع سيد عمر بسرعة شوي رجاءنا بسرعة هرب؟ لا لا منتأخر هيك نحن بدنا نطير فورا تمام 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 فهمت في ضباب طيران ما بيبدأ لبكرة الصبح رح ناخد طيارة خاصة اجت الشرطة لا حسن يا ربي دخيلك يا ربي الو الو زاهر شو صار هلا اجت الشرطه الكلب خطف لي بنتي دخل على البيت وخطفها الله لا يوفقنا لا ولي بنتي لا ولي بنتي الله يخليكم روقي امي طولي بالك روقي الحارس مخدرين عليكم برا يا
يا سيدي، خدروه وخطفوها. ألو